برضه علي الفقير نقل قولا في قضية فرق الثنتين والسبعين، فقال هي كلها كفار. يعني علي الفقير قال كلها كفار. فوفي كل هذا قبل لم تسبق إليه، فرجل يعني أبلس ما عاد يتكلم وكذا. وفي كان سؤاله أيضا في المسألة الأولى أو في أول البحث، إنه إحنا للآن ما سمعنا قول حسن السقاف في قضية ابن تيمية التي جئنا من أجلها، هل هو كافر أو مسلم؟ فعلي الفقير طبعا ما أراد إنه يفتح مجال أو يخلي هناك بحث، فقال كيف هذا القول انتهى، وهو قال أكثر من ثلاث أربع مرات، قال أكثر من ثلاث أربع مرات إنه ما بيكفروا ولا يكفروا أحد المسلمين، ولا المسلمين مش كافر، ذكرها عن الفقير في أكثر من مرة. لكن واقع في الجلسات الذي يستمع الأشرطة لا يجد أحد من قد صرح بهذا، لا من قريب ولا من تمام الخبر. نعم، لكن الواقع في كل شريط أو في كل في نهاية البحث المسألتين المطروحتين كان الحكم بأنه لو خطأنا ابن تيمية فلا يمكن أبدا أن نقول بكفره، لأنه في نصوص واضحة، يعني لا تجعلنا نجنح إلى تكفيره، وهذا لا يقال كذا وكذا، هذا من الحكم يعني. فأنا كان رأيي الآن يعني موافق طبعا رأيي لرأي إخواننا، لكن بتعديل يعني بسيط. عليكم السلام. هذا الرأي مكون من ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه لابد أن نذهب غدا، لأنه لا نستطيع إلا ذلك، لكن نذهب لنقول هذه المجالس لم تعقد من أجل سلسلة مسائل، وإنما عقدت من أجل مسألتين، وهما مسألة الحج ومسألة القدم النوعي للمخلوقات أو الحوادث. وهاتان المسألتان قد انتهى البحث فيهما، ونحن لا نمانع من بحث جديد، بل نطلب بحثا جديدا، لكن بترتيب جديد وتصور جديد ومعرفة للمكان وللتحكيم ولأصوله ولضوابطه وما شابه ذلك، بمسائل ليست متعلقة بشخص أو كذا، إنما هي مسائل منهجية كاملة في فهم هذا الإسلام الذي اختلفت فيه الفهوم وما شابه ذلك. وبخاصة أننا في المرة الماضية سأل سائل وهو الشيخ أحمد عطية للأسف، قال يا شيخ علي الفقير، حسن السقاف يقول أهل السنة والجماعة، وعلي الحلب يقول أهل السنة والجماعة، من هم أهل السنة والجماعة؟ فهب علي الفقير قائلا: أهل السنة والجماعة عندنا هم الأشاعرة. فطبعا أنا ما سكت، قلت أنا أعترض هنا وأبين بشدة أن هذا الكلام لا يقبل، بل أهل السنة والجماعة هم ما كان عليه الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبان والمقالات، لا ما جار إليه أو ما صار إليه أتباعه المتأخرون وما شابه ذلك، أو كلاما هذا معنا. فأقول يعني أركز على هذه القضية أيضا، هذه النقطة الثانية. النقطة الأولى تقرير النتيجة السابقة بأنه لا يجوز القول بكفر الشيخ الإسلام تيمية، لأن النصوص واضحة اللي جئنا فيها تنقض هذا القول، سواء أنه قول جريء. المسألة الثانية، مسألة أنه إذا هناك بحث في مسائل أخرى لابد أن يرتب وينظر ويحدد له أصول وأهداف وكذا. والشيء الثالث، في أوراق أنا الواقع يعني عم بكتب فيها وأطلعها لبعض إخواننا ولسه ما أنهيتها، يعني حاب إنها نوزعها على الحضور في نهاية الجلسة، تتكلم عن المناظرة بشكل عام وتدقيق في هذه المسائل وبعض النقول التي لم يتيسر لنا، بالعكس تيسرت لنا لكن الحكم منعنا من إكمالها ومن التصريح فيها كما يلاحظ السامع الأشطة أو الجالس. فيعني كتبت في هذه، وعلى أساس نصور منها مثلا 100 نسخة ونوزعها للحاضرين حتى تكون يعني صورة أوضح وأفرح لكلام يعني اللي رأينا في هذا الموضوع. هذا جيد، لكن ينبغي الاستفادة من التجربة السابقة. نعم. ما ينبغي أن يحضر أخي الرعاء، هذا صحيح، عامة الناس صحيح ما لازم يحضروا، لأنه هذول يعني ما بيفهموا لا شو بتقول أنت ولا شو بيقول خصمك. نعم، فاهم، لكن هو لأن مثل ما وضع الشروط السابقة وهي معقولة جدا، ايضا يضع شرط انه حضور ما يكون حاضرا الا اشخاص هم يتفقون عليه. نعم، هذا شيء طيب جدا، جزاك الله خير. هو الاستاذ حسن يقر
حتى أن يقر في بداية الجلسة قال كنت أحب أن يكون فقط رأسي ورأس علي في بحث هذه المسائل. هذا اللي بقوله لكن انظر إلى صنع يدي ولا تنظر إلى بكرة. يعني الواقع تماما خلاف ذلك. فشيخنا ما يعني ما أدري شو رأيك في التصور الثلاث نقاط هذا. قلت لك يعني إن شاء الله أنه طيب يعني يسلم بها لكن الحضور يعني يضاف إليها نعم بس هذا شيخنا ممكن ما يتكلم عن الناس إنه لازم يكون في خواص في هذه الجلسة بثير العوام وعليه وقد يجدون فيها في نقطة ضعف في علي أنا كيف؟ يعني الآن لما أنت من يكون اشتراطنا عليهم إنه يكون بس ناس معينين لما معناته لما بيسمعوا هذا الكلام أمام الناس يعني لما هذا الكلام بيقوله علي أمام كل هؤلاء الناس الجالسين ما بيأخذوهم من نقطة يعني من الأصل هيك كون يعني المناظرة العلمية لا بيأخذوهم من باب أنه أنتم مثلا بتحقرون أو أنتم كذا أو إلى آخره يعني شيخنا يجي من داخل في النقطة الرسول تفضل المسائل اللي بنبحث الجديدة لا حرج من اطلاع العوام عليها مسألة العلو يجب أن تكون يعني العام عندما يطلع عليها ليس كمسألة القدم النوعي ومسألة الحد وغيرها من كلام الفرق يا أستاذ هل بتقول أنت صحيح لما رجل من أخواننا بده يتكلم بدون ما أحد يناقشه ويعترض عليه هذا ضروري وواجب أما أن العامة يفهموا شو قال زيد شو رد عليه بكر إلى آخره هذا بضيع فيه العوام ولا يستفيدون منه يعني إلقاء المحاضرة أمام جمع غير المناقشة اللي بلا شك هنا شيخنا مما يؤكد يعني إنه إحنا رغبتنا بالقلة جاء إبراهيم باجز معروف نعم لما زرنا الشيخ شعيب للرؤوس مشان نتحدث معه لأنه علمنا إنه حسن الثقافة عليه فحكينا حابين نروح نشوف إيش رأيه في الموضوع وإيش قال حسن الثقافة ما شابه ذلك فطبعا أخبرنا إنه برضه تكلم مع حسن الثقاف في عدم التكفير وأنه لا يجوز كذا قال وسكت ولم يتكلم أمامي بشيء وأقره الشباب الجالسون فإبراهيم باجز بيقول طيب يا أخي علي ليش أنت يعني ما يكون العدد إحنا أقل منه قلت له والله يا أخي إحنا هذا الشيء الذي نطلبه واللي طلبناه من البداية وإحنا ما كان يخطر على بالنا قط أن يكون هذا العدد بدليل إنه ما جينا إحنا غير سيارة يعني أنا وأخونا أبو أحمد وكمان أربعة من الإخوة فقط لا غير فقال طيب ما رأيك أن تكون الجلسة في بيتي وثلاثة منكم وثلاثة منهم وأنا موجود بالإضافة إلى الحكم أنا ما عندي معنى خلاص أنا موافق قال خلاص إذن ستكون الجلسة غدا بهذا الشيء من يقول هذا من الذي يقول هذا لا هذا إبراهيم باجز بطرح علي هذا على مش باللي فيما يأتي هذا في بعد الجلسة الأولى أيوه. هذا بعد الجلسة الأولى في مكتب الشيخ شعيب المهم فقلت له أنا ما عندي أنا اتفقنا على هذا الأساس وصاروا الإخوة اللي يتصلوا فينا قلوا لهم لا الجلسة محصورة وممنوع أحد يجي غير ثلاثة وكذا وكذا يعني كثير وكثير جدا ويومها أستاذنا إذا بتذكر جئناك يوم الأحد كان تماما وتكلمنا في هذا الموضوع وإحنا راجعين ما رجعنا فإذا الخبر يصلنا فإذا الخبر يصلنا أنه ما وفق على الشروط الجديدة التي تقضي وجود ثلاثة فقط وأنه الناس كلهم بدهم يحضروا وزيادة على هذا كله أنه في المسجد فطبعا هذا الشيء يعني ما أطلعنا أو ما أصدرنا عليه موافقتنا وإنما على طول رحنا زي ما اتفقنا مع إبراهيم باجز على باب بيته مع أنه إحنا عارفين أنه الجمع ينتظر أو الجموع تنتظر في المسجد فانتظرنا في باب إبراهيم باجز ما جاء أحد فبعثنا أحد الإخوة وهو أبو الفداء بعثنا لإبراهيم قلنا له شوفه وقل له يا شباب تستنوا زي ما اتفقوا معك فأجى إبراهيم قلنا له شو اللي بتسمينه شو اتفقنا هيك قال نعم لكن هم ما وافقوا هم قالوا لابد أن تكون الجلسة على نية وفي المسجد قلت له أنا أصلا ما حددت عدد الحضور إلا على حسب الطلب فلا اعترضت ولا شيء حتى لا تؤخذ علي نقطة من النقاط هذا أولا
ثانيا اما ان تكون في المسجد فهذا ما لا يمكن، حتى لو استشارتكم ليلتها في المسجد فهذا ما لا يمكن ان يكون في اي بيت احنا مستعدين، اما في المسجد فلا يمكن ان تكون. فيوم طبعا انطلقنا الى بيت علي الفقير بعد قوله في هذه القضيه. فهذا بالنسبه لقضيه الحضور وعدد الحضور وما شابه ذلك، هم الذين يريدون يعني اثاره الناس وجلبهم وثورتهم وما شابه ذلك. فقط زي ما تفضلت كتابنا من باب ايش؟ وهم هم جراع لا يعرفون شيئا. يعني بيسمعوا كلمه اذا عين الصوت يصفقون واذا وطى الصوت يخلصون. وقديما قيل على امثالهم اتباع كل ناعق. الله اكبر. لكن هنا يا استاذ يجب ايضا ان نستفيد من هذه التجربه شيئا اخر. الاجتماع الاتي متى؟ غدا. طيب غدا اذا كيف يعني متى تبلغهم الشروط التي ذكرتها؟ ونحن جالسون ما استفدنا شيء. لا قصد علي استاذي ان يوقف ويقول انه المسائل اللي طرحناها انتهينا منها، بدنا نطرح مسائل جديده بالشروط الجديده. لكن الجمع ما راح يصرف يا اخي. لا يكون ترتيب لجلسات قادمه، ما يكون الجمع بنصرف الاوراق التي سنوزعها طول هذه فائدتكم الليله من هذا الجزء، ما عندنا غير ذلك. اما يعني كفانا ما اصابنا، هذه اشياء ما يعني ما راح يصير بحث في الليله هذه. غدا مش راح يصير بحث ابدا. هذا الذي اقصده. هذا الذي انا مرتب، يعني احنا مرتبين مع الاخوه انه ما يصير بحث قط. يعني يبلغون الشروط في الجلسة وتوزع الأوراق. نعم. فإن قبلوا الشروط فبها ونعمة، وما قبلوا وإلا فلا، فنكون قد يعني أدينا قد ما أعذر من أنذر. الشيخ المشايخ رغم أن الراجل بيعمل بمثل المشروع الأوراق وكذا يعاود يطلع من الأوراق تكون ضد الحمارة، هم طبعوا الزمان يعني عم يطبعوا بدون ما يكون نحن ناشرين شيء. بعدين اوراق علميه محض يا اخ عبد الله، يعني الان قرأوا الشباب بعض شيء منها، يعني الحمد لله ما فيها يعني اساءات او كذا، وعلميه محض وما فيها اسماء برضه. لا سلبيات هذا الموضوع، مالوش سلبيات الموضوع. ما بعتقد يعني على مدى ما هي يعني رتبتي او كذا. يعني لو كانت بشكل سري كان ممكن يكون سلبيات، لكن هذه على ملا، واحنا حين موزعين الاوراق ما في شيء، كل كلمه مكتوب بنتحملها. وهي امور عقائديه، فاذا كانت سلبيات تكون على الطرف الاخر، لانه هو الذي يكثرون. هو اصلا لما طرح يعني واضح لما حكم علي الفقير، قال انه شيخ الاسلام اخطا بقوله في الحد، وقال اخطا بقوله في الحد بالمعنى السلفي. نعم على نعم قال أخطأ ابن تيمية بقوله بالحد، وقصد بها بعد تفصيل أن الحد بالمعنى السلفي أي أن الله عز وجل فوق العلو. هذا معنى بينكر العلو. نعم نعم. وأستاذ كان من الجيش وكان مدرسهم شرح الجوهرة. نعم. الله المستعان. تشبيهها أولها وقبل ضرب تنزيها. الله العافية. لا لحظة والله. طيب ما هي المسائل التي يعني مخطط أنت تعرضها للبحث؟ والله ولا بعد؟ لا في بدي أعرض المسائل. المسألة الأولى مسألة كلام الله. معليش أحسنت، لكن أنا بقول إنه مخطط إنك شو بدك تعرض؟ هذا باكتفاء هذا بلقاءاتنا مع إخواننا شيخنا. مسألة كلام الله بين الأشاعرة وبين أهل الحديث. المسألة الثانية مسألة الكسب عند الأشاعرة وعند أهل الحديث. المسألة الثالثة مسألة الصفات، وأهمها مسألة العلو والتأويل، أو في مسألة أخرى هي هم يلتزموا بها من غير أن يكونوا أشاعرة أو غيرهم، وهي مسألة الصوفية. بعد هذه المسائل الأربعة في الأشاعرة هي مسألة الصوفية. حسن، بس أنا أقترح الإعراض عن مسألة الكسب. والله واضح انه فيها شيء من الدقه. لو قيل البحث عن الجبر
بلاش الكسم مفهومي مستر. هو شوف الكتاب الآن شغلت الألفاظ دقيقة. لا الكسب أنا قصدت في مناقشة الكسب عند الأشاعرة. معليش لكن هلا لما بتقول مناقشة الكسب عند الأشاعرة شو فاهم الحاضرون؟ ولا إشي. بتفهم الجبر أقوى في الواقع. أيوة نعم. كيف هذا رأيك؟ يعني من سياسة البحث والمناقشة أنك تتكلم بكلام ما تكون بحاجة إلى تفسيره، يكون هو نفسه مفسر وموضح، وهذا من أدب السنة التي استفدناها من أحاديث الرسول عليه السلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. شو الاعتذار؟ هو ما نسمعه كثيرا من الناس: يا أخي أنت عم تقول كذا، هذا ما يقال، لا أنا قصد كذا. إذن تكلمت بلفظ أنت بحاجة إلى تفسيره، بدليل أنك قلت أنا قصد كذا. لذلك نبتعد عن الألفاظ التي تحوجنا أن نفسر ما نقصد منها، خاصة أمام غير الخاصة، أي أمام العامة. لكن لما بتقول مناقشة الجبر، الجبر واضح جدا، خاصة لما بتقرن معه أنه ألقاه في اليم مكتوفا ثم قال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فإن كان ولابد من التعرض لهذه المسألة، فأنا بشترط شرطين اثنين: أولا أن تكون هي الأخيرة، وربما لا تصل إليها لأنه راح تأخذ مسألة الأولى والثانية أسابيع. نعم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بعنوان الجبر. نعم. يا أخي يمكن علي هذا الفقير اللي هو اسم على مسمى صحيح يمكن يفهم عليك أو ما يفهم. لا هم برفضوا أصلا معنى الجبر، إنه الكسب بين الجبر، هم برفضوا عنه. على كل حال الأول مهمة كذلك هي مسألة الصوفية. نعم. يطرحوها ما هي عقائد الصوفية من كتب الرجال. هذا بلا شك هذا شيء مهم، خاصة أن القوم يعني كلهم سالكون ما شاء الله على مذهبهم، سالكون على غير الصراط المستقيم، سالكون وتبدل السين هاء. ايه هذا شو عندك؟ المسيح اخونا ابو محمد من قدام يعني احب يسالك سؤال. اه بعض الاسئله بتصور تفضل.